السيسي يرأس أول اجتماع للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية صباح اليوم. مصر تترقب قرارا إفريقيا اليوم باستئناف عضويتها في الاتحاد الإفريقي. الولايات المتحدة ترسل 275 جنديا للعراق لحماية سفارتها ورعاياها في بغداد. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وهذا موجز لآخر وأهم الأنباء يأتيكم من النهار اليوم، أهلا بكم. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب عقب أدائها اليمين القانونية. تم في الاجتماع استعراض المهام والتكليفات الموكلة إلى الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة. كانت الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس في 7 من صباح اليوم، وتضم 34 حقيبة وزارية، منها 13 وزارة يشغلها عدد من الوجوه الجديدة، بينما استمر في الحكومة 21 وزيرا مع تغيير مسمى بعض الوزارات، وتم إلغاء حقيبتي الإعلام والتنمية الإدارية، حيث تم تكليف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإدارة المجلس حتى بإدارة الوزارة حتى يتم تشكيل المجلس الوطني للإعلام وفقا لنصوص الدستور الجديدة. وتم استحداث حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى التطوير الحضري والعشوائيات، وتختص بالعمل على تطوير العشوائيات. يعقد مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي اجتماعا مهما اليوم لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة ألف عمر كوناري حول نتائج زيارتها إلى مصر. من جانبها قالت وزارة الخارجية أنها تترقب قرارا إفريقيا يأتي متسقا مع توصيات لجنة كوناري بشأن سرعة استئناف مصر مشاركتها في أنشطة الاتحاد الإفريقي. أكد وزير التموين الدكتور خالد حنفي أن التحفظ على سلسلة محلات زاد وسعودي تم وفقا لإجراءات قانونية وتحت إشراف وزارة العدل. وقال الوزير أن عدد أفرع شركتي زاد المملوكة لخيرة الشاطر وسعودي المملوكة لعبد الرحمن سعودي واللتين تم التحفظ عليهما تبلغ 42 فرعا، موضحا أنه سيتم إدارتهم من قبل الدولة بطريقة تحفظ حقوق العاملين وأموال المساهمين. تستأنف محكمة جنايات الجيزة محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و50 آخرين في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي ربع العدوية والنهضة وإشاعة الفوضى في البلاد. تخصص جلسة اليوم للاستماع إلى المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. تنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم طلب القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوة حجازي وآخرين المتهمين بتعذيب ضابط وأمين شرطة والشروع في قتلهما أثناء اعتصام ربعة لرد قاضي المحاكمة المستشار محمد شيرين فهمي. كانت هيئة المحكمة قد قررت الأحد الماضي وقف نظر المحاكمة لحين الفصل في طلب ردها. وافق النائب العام المستشار هشام بركات على إخلاء سبيل 13 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية فض اعتصام ربع العدوية. جاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين ومن بينهم الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة القطرية، وذلك لظروفهم الصحية. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما نشر 275 جنديا أمريكيا بالعراق لحماية سفارة الولايات المتحدة في بغداد والمواطنين الأمريكيين. وقال أوباما إن هذه القوة مجهزة للقتال وأنها ستبقى في العراق إلى أن ينتفي مبرر وجودها على الصعيد الأمني. ختاما التذكير بأبرز العناوين. السيسي يرأس أول اجتماع للحكومة بعد أدائها اليمين القانونية صباح اليوم. مصر تترقب قرارا إفريقيا اليوم باستئناف عضويتها في الاتحاد الإفريقي. الولايات المتحدة ترسل 275 جنديا للعراق لحماية سفارتها ورعاياها في بغداد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.